استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 16 للسنة المهنية 2018-2019. وقد أثنى حضرة صاحب الجلالة على الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه، منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية في محتوى التقارير التي يتم إصدارها. وأشار جلالته بالدور المهم الذي يطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤوليات على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله بما يسهم في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكافة الموارد تحقيقا للمصلحة العامة. وعقب المقابلة صرح معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2018-2019 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بموجب المادة 19 من قانون الديوان، والذي كرس له الديوان كافة إمكاناته البشرية والمادية وبذل قصار الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه وتفعيل اختصاصاته، بالإضافة إلى اطلاع جلالته على برامج التطوير المستقبلية للديوان. وبهذه المناسبة أفاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن هذا التقرير يعتبر التقرير السنوي 16 الذي يصدره الديوان كجهة مستقلة ماليا وإداريا وعضويا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعمل بمهنية عالية مع الجهات الخاضعة للرقابة على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية، حيث جاء التقرير متضمنا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها عبر أعمال الرقابة المالية والإدارية والأداء التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018-2019. وفي ختام تصريحه أفاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ تاريخ إنشائه يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبأنه قد تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات.